عن الصناعة، بس مش صناعة الحديد والأسمنت والبتروكيماويات، لا، عن صناعة من نوع آخر، صناعة وصنعة تستحيل الحياة بدونها، لأنه الحياة من غير نور أو أمل أو بهجة تبقى ظلام دامس. أيامنا من غير ابتسامة وطاقة ومشاركة تبقى بائسة وحزينة. احنا بنتكلم عن الصنعة في المجال ده، في مجال المشاركة لما يبقى صنعة، والنور لما يبقى صنعة غير مكلفة، والبهجة لما تبقى صنعة تستمر في رحلة عمر وحياة. خليكم معانا في تفاصيل حلقة الليلة اللي صحيح متنوعة، انما كل فقرة فيها بتعتمد على صنعة لا يجب أن تخلو منها حياتنا. أنا في النابوريا هنبكي عليك. واحد شايلني على دماغه وفجأة أنا وقعت على الأرض. كان صحيني من النوم يقول لي اللي بتعرفيش أنا بحبك قد إيه. والله العظيم أنا راجل واضح وصريح ودغري، عشت حياتي كلها مستقيم زي شريط القطر. الحقيقة إنه قوة المحبة انتصرت على قوة الحزن. أول ما شافني في التلفزيون في إعلان قرر إنه يجوزني. لا والله. إحنا عندنا المواطنين هم اللي بيشتروا الكهرباء، هناك في ألمانيا المواطنين بيقدروا يبيعوا الكهرباء للحكومة. أجري لي السقف لمدة 20 سنة، حاجة أملك كل السقف ده بالخلايا وأورده للحكومة ويدفعوا لي كل شهر. إحنا هنلم من كل واحد جنيه. إحنا بدل ما نجيب 40,000 لمينا 55,000 في شهرين. الناس أضافوا إلى الشبكة 32,000 ميجا وات، ما يوازي كل إنتاج جمهورية مصر العربية. أوف. بالكامل. كان بيطبخ في البيت. أما ليه؟ مفيش حد من الزملاء في الوسط الفني إلا ما أكل من إيدين حسين كوارع. بس هو ما كانش بيخاف من الموت يا مدام صح. النهارده حصل تفجير في مبابا. هو يعني هموت يعني؟ بتخاف من الموت؟ هو ده حسين الإمام. يعني يمكن أنا لو كنت أخرت الخمس دقايق دول عشان أشوفه أتأخر ليه في الحمام ولا حاجة، كان وقع في الحمام. إحنا قادرين على تطوير أو مساعدة في التطوير المستشفيات الجامعية. اتأهل لصنعته من زمان في أسيوط، إنما الحقيقة تفتحت أفكاره وابتكاراته وتجارته وإسهاماته هناك بعيد في برلين. هو صانع للنور الموفر، هو صانع لإضاءة أطول شوارع ألمانيا وأكتر بلدياتها أو أحيائها. يعني هو بدون أي مبالغة اللي منور بذكاء، وهنشرح بذكاء دي ازاي بعد كده، منور بذكاء 250 بلدية في ربوع ألمانيا كلها. كان له بصمة مهمة جدا لما توحدت ألمانيا الشرقية والغربية في إضاءة ألمانيا الشرقية الفقيرة اللي ما فيهاش بنية تحتية. بفكرته وبالنظام اللي هو ابتكره خلى الألمان مش بس ما يدفعوش ثمن الكهرباء، إنما الحكومة تشتري منهم كهرباء. الكلام ده مش كلام تعبير أو إنشاء، لا، الحكومة الألمانية في كتير من المناطق اللي هو نفذ فيها مشروعه، الحكومة شخصيا بتشتري الكهرباء من المواطنين الألمان وبتكسبهم فيها. قادم إلى مسقط رأسه لمحافظة الأقصر
رايح هناك وبيقول نورنا عليك يا رب، او بيحاول انه يطبق في الأقصر اللي نجح يطبقه من 20 سنة في ألمانيا واحنا معاه. ده هو المهندس المصري اللي نجح في إنارة أجزاء كبيرة من شوارع ومباني ألمانيا بالطاقة الشمسية. وإذا كانت ألمانيا النهاردة تعد أنجح دولة في العالم في استخدام الطاقة الشمسية، فالمهندس المصري إبراهيم سمك ساهم بشخصه وبشركته في تطبيق هذا النظام في شوارع ومباني ومعالم ألمانيا، زي محطة قطار برلين وواجهاتها الزجاجية بالخلايا الضوئية، ومطار شتوتغارت، والبرلمان الألماني، ومبنى المستشارية الألمانية الجديد. مهندس إبراهيم سمك دايماً بيزور الأقصر، بلده اللي اتولد فيها، ولكن المرة دي الزيارة مختلفة. الزيارة هي بداية لتحقيق حلم قديم، إنه الأقصر تبقى مدينة خضراء، يعني تعتمد على الطاقة النظيفة وتحديداً الطاقة الشمسية. محافظة الأقصر استعانت بيه في الإشراف على التصميمات النهائية لمشروع إنارة مبنى المحافظة وشارع الكورنيش بالطاقة الشمسية. المحطة اللي عندنا دي مدروسة من الدكتور من المهندس إبراهيم سمك، ودي حاجة كويسة جدا. وبعدين هو رجل خبير عالمي مشهور على مستوى العالم كله. دور إبراهيم سمك دور مهم جدا، لأنه هو اللي راجع الرسومات والعرض الفني بتاع المشروع ده قبل ما محافظ الأقصر يعمله. إبراهيم سمك ابن بار ومهندس فذ، يتمنى أن تستفيد مصر من شمسها ومن أبنائها. المهندس المحترف صاحب الجوائز وصاحب المكانة في ألمانيا، مهندس إبراهيم سمك. أهلا بك. أهلا بك يا باشمهندس. شكرا قوي. أنا شكرا على الاستضافة بتاعت حضرتك. أهلا أستاذة. لا العفو. العفو. دلوقتي علاقتك بالشمس جت من وانت في مدينة الأقصر، أو طبعا محافظتك وبلدك اللي انت اتولدت فيها، ولا جت من فكرة الدراسة والسفر لألمانيا اللي ما فيها الشمس؟ يعني انت كمان النقلة عندك كانت كبيرة. أنا كنت بشوفه وأنا صغير انه الناس بعض الاحيان بتيجي تشرب السيجاره تجيب عدسه تحطها على شمس وتولع بيها. فبستغرب يعني ايه هي القوه بتاعت الشمس بتدي القوه دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا جاي من الاقصر. في الاقصر تروح اي معبد، تروح المعبد بتاع كرنك، بتلاقي صوره لاله، اله رع كان اسمه اله الشمس. الكلام ده من 5000 سنة. فاحنا من 5000 سنة واحنا عندنا، احنا في مصر عندنا اله واله الشمس، كانوا بيعبدوه قدماء المصريين. لو فرض ان احنا حسبنا كمية الانرجي اللي احنا بناخدها من الاشعة بتاعت الشمس تغطي 10,000 مرة استهلاك كل العالم. اكتر بكتير من البترول والفحم وكل 10,000 مرة. 10,000 مرة الاستهلاك. فهي دي القوة بتاعتها. طيب حضرتك سافرت ألمانيا، حضرتك تخرجت من جامعة أسيوط. أيوة. وسافرت ألمانيا في السبعينات. أيوة. صح كده؟ فبقالك وقت زمن يعني عايش هناك في ألمانيا. أيوة. بس لحد اللحظة دي ما تخلتش أو ما قدرتش تتخلى عن اللكنة الصعيدي في حديثك. معلش، لأن أنا يعني كنت بصفة مستمرة على علاقة ان بزور انا هنا القاهرة وبزور الأقصر، وبالتالي ما زلت محتفظ باللهجة بتاعتي. بجانب اللهجة طبعا اللغة الألمانية والإنجليزية
تعمل بيها. طيب لا احكي لي شويه عن رحلتك قبل ما ندخل في المشروع العظيم اللي ان شاء الله نتمنى انه يتم بكفاءه. رحلتك من مصر لالمانيا وان انت تبقى منور او مساهم بشكل كبير جدا في اناره اهم المنشات اللي موجوده في العاصمه الالمانيه وما يحيط بيها. يعني احكي لي شويه كده عن رحله التعليم. هي رحلتي من مصر لالمانيا السبب فيها زوجتي، وهي اللي ساعدتني في البدايه لغايه النهايه على اساس ان احنا ازاي نكون الشركه وازاي نبتدي بالشركه. احنا ابتدينا بشركه صغيره. لا يعني حضرتك سافرت من هنا وانت متجوز؟ انا كنت بطلع كل سنه في المانيا اتمرن. واتعرفت على زوجتي هناك اول سنه، وطبعا انا من الاقصر وابويا صعيدي وامي صعيديه، فقالوا احنا لازم ندعيها تيجي نشوفها في الاول. فدعيتها، جت في الاقصر، نزلت في الهوتيل في الاقصر، وامي اعتبرتها كبنت من بناتها، وحصل وافقت كده. وافقت على طول، وافقت على طول، يعني حصل الكيمياء اشتغلت على طول بسرعه. وبعد كده اتفقنا ان احنا نتجوز بعد فتره معينه، وجات مصر واتجوزنا في مصر. بس وبعد ما اتجوزنا في مصر قعدنا في مصر شويه وطلعنا المانيا. وابتدينا في المانيا ان احنا بنفكر ازاي، يعني ابتدينا بمشروع صغير، ابتدينا في مكتب، خدنا مكتب في وسط البلد ما زلنا فيه لغايه النهارده. والعماره اللي احنا فيها كان اول عماره في شتوتغارت بنحط فوق السقف بتاعها فوتوفولتايك ونشغل بيه. اللي هو ايه الفوتوفولتايك؟ اللوح. كان اول عماره بنحط عليها اللوح، لوح الطاقه الشمسيه. لوح الطاقه بالظبط. وفي البيت اللي احنا في البيت بتاعنا اللي هو على بعد 30 كيلو من شتوتغارت، كان اول بيت في هذه البلد بتحط عليها اللوح. لدرجه انه ما كانش، كان عباره عن تكنولوجي جديد. وكل واحد بيتكلم عن اللوح والاستفاده من الانرجي اللي طالع من اللوح، والى تيجي الناس تتفرج ايه ده، ايه الموضوع ده. حتى في المانيا من 25 سنه 28 سنه كانت حاجه جديده خالص. طيب انا مهتمه جدا اولا بمشروع التعامل او التعاقد ما بين المواطنين والحكومه في موضوع النور، بس قبلها لو حضراتكم شفتوا الشوارع اللي متنوره باللي بيسميها دكتور ابراهيم سمك اللمض الذكيه، مش بس هيبقى عندكم فضول واسئله، هيبقى عندكم اعجاب شديد جدا. يعني احنا في مصر واقفين عند مرحله انه في بنيه تحتيه، في مد للكهرباء، في يعني عشان نعمل اناره. الحقيقه انه دكتور ابراهيم سمك حتى لما بيجي يتكلم يقول لك ايه، احنا بنزرع عمود النور. يعني هو بالنسبه له عمود النور ده زي الشجره، يقعد يزرع اعمده النور تفضل تنور لمده خمس ايام متواصله بدون اي مصدر متجدد للطاقه. يعني ممكن تفضل خمس ايام المانيا او الشارع ما يبقاش فيه شمس اصلا، الدنيا تبقى مغيمه واللمض دي منوره. اشرح لي عن الاناره الذكيه دي يا باشمهندس. الاناره الذكيه، احنا في عندنا سيستم اسمه انتليجنت مانجمنت سيستم، اللي هو سيستم الذكي ده بيعمل ايه بقى؟ ده كل يوم وسط النهار لما بتكون في الاشعه جايه، وبيبتدي نخزن من الاشعه في البطاريه، يبتدي يحسب قد ايه عندنا تخزين في البطاريه. تخزين في البطاريه ده احنا بنقول المينيمم يكون عندنا تخزين لمده خمس ايام. مده خمس ايام هي اقصى مده موجوده سي في المانيا الشمس ما بتطلعش فيها، خمس ايام. فبيجي البرنامج الذكي اللي في اللمبه، احنا حاطين في اللمبه حاطين اتنين بلب، واحده قويه وواحده صغيره. يجي الانتليجنت سيستم يقول احنا النهارده مفيش حاجه جت خالص، يبقى ممكن نقول اللمبه المفروض تشغل من 7 مساء لغايه 7 صباحا. طيب سامحني بس على المقطع، خلينا نقول انه فكره الاضاءه او الاناره بالطاقه الشمسيه دي موجوده ومعمول بيها، احنا بنتكلم على حاجه متقدمه اكتر. يعني انه يخزن، انه اللمبه دي تقدر تخزن الطاقه الشمسيه لمده 5 ايام. وزي ما شرح الباشمهندس، لانه المانيا لما حسبوها مناخيا او الطقس بتاعهم اقصى مده الشمس ما تظهرش فيها 5 ايام متواليه. فهي الفكره انه مش بس بالطاقه الشمسيه، انما لا دي كمان بتسيستم نفسها
الخمس ايام الضلمه دي هي هتنور ازاي للناس؟ ما هي بتحسب نفسها. لا يوجد عامل ولا اي حد يقدر يتحكم في هذه اللمبه او يغير فيها. انت بالاول يوم بتدي سيستم، يعني سي في مدرسه وفي محطه اتوبيس وجيت جنب محطه الاتوبيس حطيت لمبه، فتيجي اللمبه تقولي لها من اول يوم تبرمجيها تقولي من الساعه 7 مساء للساعه 1 صباحا تشتغل فول كاباسيتي، من الساعه 5 صباحا للساعه 7 صباحا فول كاباسيتي. أيوة، يعني مفيش غرفه تحكم للمبه دي؟ لا مفيش خالص، مفيش ولا غرفه تحكم. اللمبه نفسها مفيش مفيش هارد، يعني سوفت وير هو اللي يعني مركزي مركزي لكل لمبه. لا مفيش مفيش، كل لمبه بتشتغل لوحدها اند، غير معتمده على اي لمبه تاني. حسب ما هي اتغذت من اول لحظه، اتغذت من اول لحظه. طيب السيستم ده عظيم جدا بالنسبه للجماعه الالمان، لانه الشمس عندهم مش عايز اقول عزيزه بس اقل مننا بكتير. فرق سطوع الشمس ما بين مصر والمانيا قد ايه كده يا باشمهندس؟ في مصر، مصر كلها بتقع في الحزام الشمسي بتاع اللي موجود. المانيا، المانيا لا ما تشرح لنا هو ايه الحزام الشمسي اصلا. الحزام اللي هو اقوى كميه موجوده فيها اشعاع على مستوى العالم، فاحنا موجود عندنا في شمال افريقيا كله هذا الحزام اللي هي مصر تقع فيه. يعني دي اكتر حته في العالم كله فيها شمس. في العالم كله شمال افريقيا، شمال مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب، كل المنطقه دي بالظبط. لكن احنا عندنا هنا في مصر مثلا بتختلف من مكان لمكان، يعني ملهاش علاقه بخط الاستواء. ليها ما يعني هي في شمال خط، يعني قصدي يعني مش اكتر حته حر في العالم هي اللي فيها اكتر شمس. بالزبط. لا. لا احنا شمال افريقيا اكتر شمال شمس، شمال افريقيا بالظبط. فاصبح دلوقتي عندنا سي احنا في المانيا، في المانيا قوه الاشعاع في المانيا، قوه الاشعاع بيتراوح بين 1000 الى 1200 1200 على المتر المربع. تعالي في القاهرة عندنا لغاية 2000، تعالي في الأقصر، في الأقصر لغاية 3000 في القاهرة. يختلف عن وسط الوسط لغاية ما نوصل لغاية الصعيد. طيب إيه أكتر مناطق في مصر، أكتر محافظات في مصر فيها شمس؟ اللي هي تبدأ من هنا لغاية توصل لغاية كومومبو لغاية أسوان. عشان كده كل المشروعات، الأول مشروعات نازلة في مصر هنا لازم تكون هناك. لانك انت بتاخد انتاج اكتر. كميه الكهرباء اللي بتولديها من فلوسر او في اسوان اكتر من كميه الكهرباء اللي متولده في القاهره، ضعف كميه الكهرباء المتولده في المانيا. يعني حاجه اخترت محافظه الاقصر عشان تنفذ فيها نموذج، مش بس عشان هي محافظتك ومسقط راسك، انما كمان لان هي من اعلى المحافظات في معدلات الشمس. في معدل بالظبط كده. يعني انت عندنا احنا في مثلا سي في الاقصر حوالي 320 يوم كلها ايام مشمسه. بالظبط. في القاهره حوالي 310، في المانيا عندنا حوالي 160. احنا عندنا عدد الساعات، عدد الساعات المشرقة في ألمانيا من 4 إلى 5 ساعات، في القاهرة لغاية 9 ساعات، في الأقصر وكومومبو وأسوان لغاية 11 ساعة. يعني معلش حضرتك بتقول مثلا أنه مصر فيها شمس أكتر من دول الخليج العربي اللي هي حارة جدا؟ بتختلف من مكان لمكان. لا يعني لكن احنا عندنا طبقا لنظرية الحزام الشمسي، احنا عندنا أقوى من دول الخليج. عشان كده دلوقتي لو اتعمل مشروع استثماري في مصر ممكن ينجح، ينجح جدا. طيب لو سألت حضرتك برضو من باب الفضول المبني على شوية خلفية لا انت عملية، معلومات هاي عند حضرتك. لا العفو، انه صحيح ألمانيا ما فيها الشمس وبيحسدونا على 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 الشمس اللي عندنا، انما كمان ألمانيا ما فيهاش تراب. فلما تحط اللوح الشمسي ده اللي معرفش في ألمانيا بتسموه ايه، يتحط من هنا يقعد ممكن سنة اتنين ما عليهوش تراب يطمسه او يقلل كفاءته. احنا عندنا ممكن من تاني يوم نظرا لطبيعة التربة عندنا والجو مليان تراب، فاحنا من تاني يوم يبقى سطح معتم ولا شمس ولا يحزنون، وما تقوليش حد هينظفه يقعد يلمعه كده. دي مشكلة ما ينفعش نستهين بيها يا دكتور. هو عشان كده حاليا دلوقتي في انواع من انواع الازاز اللي بيستعمل، حاجة جديدة خالص ليها حوالي سنتين، الازاز ده وبيعملوا له طبقه دهان فوق منه انه ده غير اتراكتيف للتراب.
يعني التراب لما بيجي ما يلزقش فيه. التراب ما يلزقش فيه. لكن بعض الأحيان لما بتكون الرطوبة عالية ومحتاجة أنت هنا في مصر في حدود كل 6 شهور تعمل عملية غسيل للمديول، مباراة ترشيها بالمية أو الأخرى، لأنه في ألمانيا وفي أوروبا لما بينزل المطر بيعمل غسيل أوتوماتيك. عشان كده في ألمانيا إحنا في ألمانيا بنعمل التنظيف بتاع المديول مرة كل سنة، ابتداء من سنة لسنة ونص. يعني كل بلد محتاجة تعدل النموذج بتاعها طبعا لظروفها. صحيح، ربنا مبارك في الشمس 300. أيوة. قلنا 335 يوم في السنة، بس كمان في 365 يوم تراب، فاحنا لازم نحل مشكلة التراب. نحل مشكلة التراب. طيب حضرتك ليك تجارب ناجحة كبيرة جدا في ألمانيا، ودايما على تواصل بمصر، عمرك ما انقطعت عنها سواء بشكل مجتمعي او علمي او حتى ديني مع الكنيسة، بس لك تجارب هنا للأسف تجارب علمية بقى في محاولات تطبيق ما كانتش، مش هقول ما كانتش ناجحة، كانت محبطة. احكي لي كده لما جربت مرة تنور قرية بالطاقة الشمسية في مصر، قول بصراحة يعني. ما في نامعة كلنا أبناء هذا البلد يعني. لا هو اللي حصل أنه في ألمانيا حبت تطبق نظام سولار انرجي في 5 بلاد، وما كانتش مصر من ضمن هذه البلاد. البرنامج بيقول إيه؟ البرنامج بيقول أني أنا لو أعمل مشروع في هذه البلد، ألمانيا تدفع 70% من التكلفة الأساسية. الله، تحفة. والباقي اللي هو النقل والمعدات المحلية تدفعها الحكومة المصرية. طب دي حاجة عظيمة جدا. لا استنوا بس، استنوا ده البداية. فاللي حصل ان احنا قلنا يا ألمانيا من فضلكم هل ممكن تضيفوا مصر للبرنامج ده؟ مقابلات واجتماعات، والعملية مش بروقراطية. حضرتك قدمت الطلب ده. وافقوا ان احنا يضيفوا مصر من ضمن البلاد. فجينا قلنا اوكي يا حكومه مصريه، احنا دلوقتي ممكن نعمل لكم مشروع، نعمل مشروع متكامل، انتوا بس اختاروا لنا مكان عشان يتعمل في هذا المشروع. فالحكومه قالت اوكي، احنا في عندنا قريه اسمها قريه اولاد الشيخ في وادي النطرون، تعالوا نعمل مشروع فيها في هذه القرية. ده بالتنسيق مع الحكومه. بالتنسيق مع الحكومه، هي اللي اختارت المكان مش ممتاز. احنا ممتاز. فجينا اوكي، قلنا احنا احسن حاجة اولا في بيوت في القرية، قلنا نشغل كل بيوت القرية بالسولار انرجي، في اعمدة شوارع قلنا نشغل اعمدة الشوارع بالسولار انرجي، قلنا بعد كده في ابار مية بتاعت الزراعة قلنا نشغل ابار المية بالسولار انرجي، وفي مركز البوليس قلنا نشغل، يعني قلنا نشغل الكلام ده كله بالسولار انرجي. واتعمل احتفال كبير جدا في مصر، وزير الكهرباء جاء مع كل رؤساء الشركات وكل الهيئات وافتتحوا المشروع، وكل القرية أولاد الشيخ كلها اشتغلت بالسولار انرجي. وكان عبارة عن هذا، عبارة عن يعني مشروع نموذجي ممكن يطبق، ان اول قرية في افريقيا قرية أولاد الشيخ يطبق فيها هذا الكلام. كم سنة؟ كم ده؟ من حوالي 15 سنة او اكثر. مع الأسف بعد سنتين قالوا لا، دي القرية دي داخلة في برنامج الخطة مش عارف الخمسية بتاعة ان احنا كل القرى ندخلها فيها كهرباء. فراحوا مدخلين كهرباء للقرية، فلغوا كل السلل اللي في القرية، خدوه رجعوه للهيئة الطاقة المتجددة واتلغى، وبعد والمشروع انتهى. لا احكي لي كده عن الإحباط يا باشمهندس. أصبحت ايه اللي هتعمليه؟ يعني هو الكلام ده لا يعلن، لانه طبعا انت عشان الحكومه الالمانيه لما بتعمل مشروع زي كده بتضمن انك انت بتشغلي المشروع بصفه مستمره. لكن بس قد ايه كنت حزين يا باشمهندس. وبعد كده مع نفس البرنامج جبنا برضو برنامج تاني، قلنا ان احنا ناخد اول وجهه بتاعت مبنى، وبدل ما نشغل الواجهه يشغل الواجهه يغطوها بالسولار انرجي. فخدنا مبنى ايه؟ فاخدنا تبع وزارة الصناعة تبع، خدنا مبنيين في شبرا اللي هو مبنى التدريب المهني، وحطينا على اول مبنى الواجهة بتاعته، شغلنا الواجهة بتاعته كلها بالسولار انرجي، سولار انرجي خلايا، وجمعنا الخلايا
وشغلنا المبنى بالكامل بالطاقة. اشتغل فعلا؟ اشتغل فعلا. وعشان يشتغل بالطاقة لابد انك انت تخزني. فاحنا خزننا الطاقة في النهار بالبطاريات، تخزين في البطاريات، بحيث انك انت بالليل بتاخدي من البطاريات وتشغل المبنى. ومبنى تاني قلنا هنيجي نحط فوق السقف بتاع المبنى نظام تاني، الاول دواكها هنحط فوق السقف ونشغل منه المبنى. المبنى اشتغل والناس مبسوطة جدا، ونزلنا برامج تعليمية. بعد 3 سنين و4 سنين البطاريات دي عمرها الافتراضي انتهى، فكان مفروض ان هم يشتروا بطاريات جديدة عشان المشروع يستمر. مع الأسف لغاية النهاردة ما حدش غير البطاريات، أصبح المشروع ديد. يعني الألواح الشمسية موجودة والخلايا موجودة وإنتاج الطاقة موجود، البطاريات اللي بتخزن الطاقة عمرها الافتراضي خلص، وده أيوة. منطقي بالزبط. ما تغيرتش من 15 سنة، ما تغيرتش. فرجعوا ينوروا النور بالكهرباء العادية بتاعت بتاعت الشبكة. طب دي حاجة تضايق جدا يا باشمهندس. معلش هتعمل ايه؟ بلدنا فلابد انك انت تستمر فيها. ايوه بس ما بتتخانقش، ما بتتعصبش، ما بتبعتش شكوى. بتبعتي وبتتخاني وكل حاجة. طيب لتكون البطاريات دي مثلا محتاجة اعتماد كبير، غالية جدا. لا عاوز اعتماد ولا حاجة، لكن يعني ممكن الاستثمار في الواجهات اغلى من البطاريات كتير. بتأكيد. جدا جدا. معلش يعني انت مثلا لما يحصل يكلموك او تيجي يقولك معلش اصل البطاريات خلصانه، طب غيروها، لا مش هنغيرها، وتشوف كده مبنى يعني انت كنت فخور جدا انه بيعمل بالطاقه الشمسيه والخلايا والالواح الشمسيه فيه سليمه وما بيشتغلش، ما يجيلكش وقت كده تقول والله ما انا عامل حاجه تاني؟ بعض الحين بتقولي كده لكن ترجع في كلامك تقولي لا دي بلدنا برضه هنعمل ايه. خلينا مع اللي جاي، احنا ان شاء الله اللي جاي كويس، اللي جاي هيغيروا البطاريات ويعملوا صيانه ان شاء الله. مهتمه جدا، وده هنعرفه بعد الفاصل، ازاي في المانيا اقنعوا الناس اللي هي في النهايه برضو ما كانتش يعني مقبله قوي على موضوع ان هي تولد الطاقه الشمسيه في بيوتها، ازاي اقنعوا الناس ان هم مش بس يولدوا كهرباء لنفسهم في البيوت، ان هم يبيعوا الكهرباء للدوله، وده شيء يبرجل شويه. احنا عندنا المواطنين هم اللي بيشتروا الكهرباء، هناك في المانيا المواطنين بيقدروا يبيعوا الكهرباء للحكومه. بعد الفاصل. احنا هنعمل برنامج انك انت بتغذي الشبكه وتاخدي فلوس، عمليه سهله. الحقيقه ان قوه المحبه انتصرت. الفراق طبعا اسهل حاجه في الدنيا. كم سقف عندك فاضي؟ خلينا مع اللي جاي ان شاء الله، اللي جاي كويس. المانيا عايزه واحد يشتغل خط مستقيم. كان احلى حاجه فيه واهم من الباسبور عنده. قلت لابويا انا عايزه اتجوز البت دي. هو بلونه الاخضر ده كان مثلا ممكن يدخل الحمام يطلع كاتب غنوه. بس خلاص. ثانية برحب بالمصري المهاجر المهندس إبراهيم سمك، اللي أثبت جدارة وكفاءة في التخصص اللي هو مهتم به منذ سنوات، وهو الطاقة الشمسية. وألمانيا أو الحكومة الألمانية تعرف إسهاماته كمخترعات أو كمبتكرات مسجلة باسمه، وكمان كتعاون من خلال شركته مع الحكومة الألمانية. مهندس إبراهيم، حضرتك شرحت لي حاجة غريبة كده لها علاقة بإن أنتوا إزاي عملتوا شبه تعاقد ما بين الحكومة والبنوك والأشخاص الألمان عشان مش بس يشجعوا الناس إن هم يحطوا ألواح شمسية، لا عشان تبقى الدولة عندها مصدر للطاقة تشتري من المواطنين. ألمانيا من سنة 2000 بتحاول تعمل برنامج للموضوع ده. فعملت اول برنامج وتاني برنامج وتالت برنامج،
فالبرنامج كان لا يزيد عن انه في السنة في حدود ابتدى 3 ميجا وات 30 ميجا وات 40 ميجا وات لغاية لما جو في سنة 2006 ولا 2007 قالوا احنا هنعمل برنامج اسمه فيت ان تعريف. It means انك انت بتغذي الشبكة وتاخدي فلوس، يعني انت بتبيعي اللي بتولديه للشبكة لشبكة البلد. ايه مثلا واحد عنده سقف فاضي، سقف بيته فاضي، يجي يقول انا سقف بيت الفاضي ده اروح لشركة اقول لهم من فضلكم اعملوا لي عرض انكم انتوا تيجوا تحطوا فوق السقف بتاع البيت بتاعي ده الخلايا، تروح الشركة تعمل له عرض بالنسبة للخلايا، وهيبقى غالي جدا طبعا، وهيبقى غالي جدا طبعا او غالي. باخد العرض واروح للبنك اقول له يا بنك انا دلوقتي عايز اولد كهرباء، انا عايز اشغل السطح بتاعي وكهرباء. البنك بيبص للفاتورة يقول الفاتورة دي سي تمنها 10,000 يورو، يقول اوكي اليوم اللي انت بتوصل فيه للشبكة الشبكة بتوقع معايا عقد انها بتشتري مني لمدة 20 سنة بسعر 57 سنت كل شهر. يجي البنك يقول لي ايه، انت عندك حلين، حل الاولاني يا اما انا اخد الفلوس دي وابتدي اخصم منك هذه الفلوس لغاية لما القرض ينتهي، او من اول يوم نقول احنا كبنك هناخد 80% وانت تاخد 20%. المدة المحتاجها البنك عشان يرجع فلوسه كانت في حدود من 10 الى 12 سنة. واقعد انا في العشرة 12 سنة من اول يوم اقبض 20% وبعدين الثمان سنين الباقية انا بقبض فلوسي بالكامل من الحكومة. اصبح في النهاية في الخمس سنين الأخرانية لغاية سنة 2012 الناس حضرتك أنت الناس أضافوا إلى الشبكة 32,000 ميجا وات، ما يوازي كل إنتاج جمهورية مصر العربية بالكامل أضافوه الناس في الخمس سنين دي الأخرانية. طب ما هي ألمانيا، طب اشرح لي اكتر ليه بتخلي الناس تعمل كده؟ ما هي اكيد هي كدوله تقدر تحط الواح شمسيه في كل حته في البلد، يعني هي مش مزنوقه في اسطح البيوت. لا. انا اسفه بس يعني انا بسال سؤال. الاسطح البيوت ده مثال، لكن في الشركات الكبيره بتيجي مثلا ارض فضاء والارض دي غير قابله للزراعه وبعيده عن الاعمار، بعيده جدا عن الاعمار، يعني ارض قفر على الاخر. انا باخد الارض دي واروح اعمل فيها مشروع بالكامل. الحكومه عملت ايه بقى؟ أيوة. الحكومه ساعدت المشروعات الكبيره، يعني ايه مثلا زي ما قلنا محطه السكه الحديد بتاعه المانيا. بدل ما هم يغطوا السقف بالازاز غطوا السقف بالالواح. انا شفت المحطه دي. غطوا السقف بالالواح. والالواح بتاعه المحطه السكه الحديد كان كل لوح مختلف عن التاني، يعني اللوح ده زائد 5 ملي واللوح ده زائد 2 ملي عشان تاخد الكيرف بتاع المحطة. البومبي بتاع المحطة. فأصبح دلوقتي السكة الحديد استثمرت السقف بتاعها. في تقديرك ايه أحسن الأماكن في مصر اللي ممكن يحصل فيها كده؟ كل حتة حاليا الحكومة بتفكر بتطبيق التجربة الألمانية. التجربة الألمانية لما نجحت النهاردة 70 دولة في العالم، الصين والهند وامريكا واليابان وكل بلاد اوروبا كله ده النهارده مطبق هذه التجربه، يعني هذه التجربه نجحت. لا لما كنت بسال حضرتك فين، مش كانش قصدي جغرافيا، قصدي ايه المباني او المنشات اللي ممكن تعمل كده زي سكه حديد العاصمه. انا هقول لك انتوا هنا مثلا كمدينه انتاج اعلامي كم سقف عندك فاضي؟ كلها فاضي. خلاص انا اقول يا انت تستثمريها يا انا اجرها منك، أجري لي السقف لمدة 20 سنة لو اتطبق النظام ده هنا، حاجة أملك كل السقف ده بالخلايا وأورده للحكومة ويدفعوا لي كل شهر، أروح أسدده بالنسبة لمصر هنا. أنا أتوقع أنه لو الحكومة عطت
السعر الاساسي. الحكومه لما بتولد كهرباء هنا بيتكلف كيلو الوات الكهرباء في حدود فوق ال 120 150 حوالي لو الحكومه عطت نفس السعر بتشتري بيه من الناس، هتبص تلاقي انك انت كل العجز اللي عندك في الحكومه اللي موجود ناقص. الناس مالت هذا الكلام. يا حاجه بتقول انه قانون لابد يطلع قانون الاول. طيب مره تانية ابسطها على الاقل لنفسي، انه بدل ما في منشآت يعني مؤسسات كتيرة او هيئات مثلا بتحط جزء من اموالها او ارباحها في البورصه مثلا تستثمرها، فانت بتقول لا استثمره، ممكن جزء يستثمر في ان انت تعمل طاقه شمسيه وتستفيد بيها فقط بعد ما الحكومه تطلع قرار ان هي هتشتري، يبقى انت اعطيتي ضمان للبنوك ضمان للبنوك صح. ان هي تمول هذه المشروعات. وبالنسبة للبنوك ده بيزنس، لأنه هو هيمولك وياخد الفايدة بتاعته. عندك أمنية أو يعني حضرتك رحلة الأقصر دي أنه الأقصر تتحول إلى نموذج أيوة لإنتاج الطاقة النظيفة أيوة أو الخضراء أيوة كمدينة الأقصر ولا كمحافظة الأقصر كلها؟ كمحافظة الأقصر. كمحافظة الأقصر. انتوا بتتكلموا على مقر المحافظة مبدئيا بالطاقة الشمسية؟ احنا ما بنتكلمش على احنا بنتكلم على برنامج عام كنموذج عام. لكن مقر المحافظة اوريدي ابتدى يشتغل بالسولار انرجي. فممكن يطبق الكلام ده في المباني الحكومية، لكن هو لن ينتشر هذا الموضوع اذا ما كانش يدوا فرصة للأهالي يستثمروا. طيب حضرتك معاك الجنسية الألمانية. انا هقول لك بقى، الجنسيه الالمانيه بتتطلب انك انت تتنازلي عن الجنسيه المصريه، لكن اللي بيحصل انه لما واحد بتجيله الجنسيه الالمانيه بيفقد الجنسيه المصريه والا ما ياخدش الجنسيه الالمانيه، لكن في ظرف سنه ممكن يستعيد الجنسيه المصريه. لو الحكومة الألمانية اكتشفت انك انت عملت كده ده موضوع خطير جدا. وانا عايز اقول انا لغاية دلوقتي معايا الجواز السفر المصري وليس الجواز السفر الألماني، لان انا غير محتاج له. بجد يا دكتور؟ بجد؟ بجد اهو. قال انت ده بجد؟ هو الباسبور بتاعنا. هو بلونه الاخضر ده كل حاجه. يعني شوفي، المانيا عايزه واحد يشتغل خط مستقيم نمره واحد، المانيا عايزه واحد يشتغل. لو انت اشتغلتي وصلتي للالمان يبقى انت نجحتي، لو انت اشتغلتي شويه زاد على الالمان يبقى انت ما شاء الله. عمليه سهله. واهم من الباسبور عنده شغلك بالزبط. اهم من الجنسيه بالظبط. وبعدين يعني كل حاجة هناك الحمد لله. أنا كنت متخيل إنه أكيد حضرتك عندك الجنسية الألمانية. يعني أنا ممكن أخدها في كم يوم، لكن أنا محتاج لها في إيه؟ أنا ما عنديش مشكلة حصلت في ألمانيا في كل هذه المدة اللي أنا كنت فيها في ألمانيا. أهم حاجة تحترم القانون، تحترم قوانين البلد وبس خلاص وتنتجي. خليني اقول ان المهندس ابراهيم سمك صحيح انه ومعظم المصريين او الناس اللي موجودين في المانيا بيعملوا في صمت وما هماش تحت الاضواء. وخليني انتهز دي مناسبه ان انا اشكر الصحفي المجد الصحفي المصري احمد فايق اللي عرفنا بشغله الاعلامي على المهندس ابراهيم سمك. انما انتوا منصهرين في المجتمع الالماني وبتشتغلوا وخلاص، بس مؤخرا ومن بعد المصريين ما ابتدوا يدوروا ويفتشوا عن موضوع الطاقة ويشوفوا مين المصريين النابهين في ده، اسم حضرتك اتطرح لدرجة انه من كام يوم قالك مرشح لوزارة ولا حاجة. عندك استعداد لقبول اي منصب تنفيذي ولا لا؟ انا بقول ان انا مستعد لأي استشارة هندسية، مستعد انا اعملها في مصر، مستعد اجي لأي استشارة، لكن طبعا من صعب جدا ان انا اخد اي مكان او موقف او الى اخره، لان انا عندي شركتي وعندي بيتي وعندي ارتباطاتي هناك، لكن ما عنديش مانع اجي من وقت لاخر لاي استشاره مقبوله. وما فيش حاجه هتخليك تبطل تعمل اللي انت بتعمله او تحاول؟ احنا دلوقتي هنحاول في مشروع الأقصر ان احنا نجيب هيئات تساعد لغايه لما نشوف المشروع ده اللي اتعمل نموذج ونجح
يبقى احنا بالطريقه دي ممكن نطبقه في كل محافظات مصر. خليني احيي واشكر ابن صعيد مصر المهندس ابراهيم سمك اولا على رحله نجاحه، اشكره على اهتمامه ودقبه، وانه كل الحاجات الغريبه والمحبطه اللي حصلت ما غيرتش موقفه، انه هيفضل يحاول طول الوقت يزق وكلنا بنزق معاه. كمان بشكره على وجوده الاخير هنا، انه نبتدي بمحافظه الاقصر اكتر المحافظات او من اكتر المحافظات في الطاقه الشمسيه اللي موجوده في العالم بقى مش في مصر. بشكرك شكر جزيل وكبير باشمهندس ابراهيم سمك، وهو شكر ممزوج بالتحيه والاحترام. وانا شكرا. انا متشكر قوي يا متشكر يا استاذ منى، وانا مبسوط جدا لدعوتك، ويعني كنت سعيد جدا بيها. ده احنا اللي فخورين. شكرا. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الف شكر. تيجي لام تيجي لام تيجي لام تيجي 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 لام. اول ما شافني في التلفزيون في اعلان قرر انه يجوزني. لا والله. هو حبيب العمر، يعني العمر كله. الحقيقة إن قوة المحبة انتصر على قوة الحزن. هو طبعا كان بيطبخ رائع رائع. الجاكيتة دي بقى لسه محتفظة بيها عندي، بتاعتي أنا بلبسها من زمان من يوم ما عرفته. بقول له حسين أنت محبوس في الحمام، قال لي أيوة افتحي. مفيش ثلاث دقايق راح. أعمل مسرحية يجي لي، بصور فيلم يجي لي بقى، يعني فضل معايا ما سابنيش غير يوميها. اللي خلف ما ماتش واللي حب ما ماتش. مفيش كلام فراق الأحبة صعب، والناس بتعاني مش بس من الفراق والفقدان، إنما كمان من اختفاء الصحبة، بالذات لما تبقى صحبة حلوة وعشرة عمر. من أسابيع رحل عن دنيانا صانع من صناع البهجة، الفنان اللي لم تكن ابتسامته تفارقه، أو هكذا دائما كنا نراه ونشاهده. الفنان اللي كتير من روحه المرحة والمبهجة والمنفتحة على الدنيا ظهرت في ألحانه أو المشاهد اللي هو مثلها أو المسرحيات اللي هو شارك فيها، كان دايما بيشع كده، بيشع ابتسامة وبيشع روح طيبة وفكاهة وسخرية وبساطة. في وداعه الحقيقة كان في ظاهرة غريبة شوية، يعني مش بس انه كبار وكل، مش عايز اقول كبار، كل الفنانين في مصر من كل الفئات قدموا واجب العزاء بحزن حقيقي وبإخلاص، انما الناس حتى لما كانت بتودعه كانت بتودعه بحزن له علاقة بانه في ابتسامة جميلة كانت موجودة اختفت. وداع الفنان حسين الإمام ما كانش وداع لشخص أو ممثل أو وجه معروف، لا، كان وداع بيننا وبين نفسنا كده لصانع من صناع الابتسامة والبهجة عبر سنوات طويلة. كان فنان وإنسان خفيف الظل والروح. الجميع ودع حسين الإمام بحزن، ودعوا ابتسامته وبهجته التي لم تنقطع يوما. في العزاء الكل كان بيواسي زوجته الفنانة سحر رامي، اللي جمعتها بحسين الإمام قصة حب وعشرة دامت سنين طويلة. قدامك الدنيا الجميلة والعمر الصبي. حسين الإمام كان شخصية متعددة المواهب، كان ممثل وملحن وموزع موسيقي
ومنتج ومقدم برامج ترفيهية. لعب بالمخطوطات القديمة والكتب القديمة اللي تعاوزها كاملة مش كويس. ده اللي جرك هنا؟ اللي جابني هو اللي جابك. لا 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 لا، انا عمري ما شفت كده. الست دي مجنونة، عشان كده قاعدة لغاية دلوقتي من غير جواز، لانها مجنونة. انت مجنونة يا ماما. يبقى ده نصيبي بقى، محدش بيهرب من مكتوب. لحن عدد كبير من الاغاني الخفيفة في اغاني ومسلسلات وبرامج. أز كابوريا أز أز كابوريا، لو أز أزوني عأز أز البقى في جفيقة دي ما تنتجي، والحاجة في جفيقة دي ما تفصدشي. قدم مواسم من الكاميرا الخفية وبرامج المقالب وبرامج الطبخ. يا حسين، هي مخرجة. مخرجة هي مخرجة ولا أنت هتكتشفها ولا إيه؟ أنت مين أنت حضرتك؟ خميس السبكي. خميس السبكي اللي خميس السبكي، ومين دي؟ اقول ايه؟ طيب انا مش فاهم. انا صاحبتك دي مراتك؟ مين دي؟ لا مش مراتي. القرصان يا مين؟ معلش مش عايز اعطله، لان دلوقتي في اصعب مرحله. رحيله المفاجئ احزن كثيرين. الناس ستفتقد الفنان، اما الزوجه صح الرامي ستفتقد شريك العمر وصانع المحبه في أسرتها. الوداع مش المفروض أنه دايما يبقى دموع، والحقيقة أنه الناس اللي نحبهم ويبقوا غاليين علينا كمان لازم نودعهم بما كانوا يحبوا، ولازم دايما نفتكر كل الحاجات الحلوة اللي عملوها. ومش المفروض أنه أحزننا تبتلعنا وتخلينا ننسى نتكلم بصدق وبمحبة عن أحبابنا وعن اللي يخصونا. صحيح إن هي في بير من الأحزان، ويمكن حتى كتير من الأوقات بتعيط، وصحيح إن هي يعني أخدت قعدنا نتداول كتير في فكرة إن هي تتكلم عن الحبيب وعن الفنان وعن شريك الحياة، بنفضل ما بين قوة الحزن وقوة المحبة. الحقيقة إن قوة المحبة انتصرت على قوة الحزن، لأنه الزوجة الحزينة المكلومة بس المحبة لزوجها انتصرت لفكرة إن هي تتكلم عنه وتحيي ذكراه وتعيد الأحداث الجميلة اللي مرت بحياتها، وتودعه بالمحبة اللي كانت مالية حياتهم سواء الأسرية أو الفنية. الفنانة اللي وجودها معانا النهاردة بيضيف وبيضيف لرصيد المحبة، وبيضيف لفكرة ان احنا نودع احبابنا باللي كانوا يحبوا انهم يسمعوه عن نفسه. الفنانة والزوجة سحرة. مدام سحر انت واقفه بقالوا لي واقفه بتعيطي، ف بس احنا اتفقنا اتفاق، احنا اتفقنا اتفاق، قلنا اللي بنحبهم لهم علينا حق، مش بس ان احنا نعيط، لان احنا نتكلم عليهم بما يليق، ولا ايه؟ مهما اتكلمت او مهما قلت اي حاجه مش هقدر اوفي حقه زي ما هو ادانا حقنا وعيشنا معايا أنا وولادي ويمكن جمهور اللي بيحبه في أحلى سنين العمر، العمر كله. ربنا ربنا يرحمه ويصبركم. و بس هو ما كانش بيخاف من الموت يا مدام صح؟ ما فيش حد بيخاف من الموت، احنا كلنا مؤمنين ان احنا كلنا هنموت. يعني فكرة مش فكرة خوف من الموت، الفراق طبعا اصعب حاجه في الدنيا، وخصوصا لما يكون حد كويس قوي والعشره طيبه، ما شفتش منه حاجه وحشه ولا يوم وحش. يعني مش عارفه اقول ايه، هو حبيب العمر، يعني العمر كله. انتوا قعدتوا متجوزين كام سنه؟ يوليا يبقى 26 سنه.
رحلة طويلة. بس بعرفه قبل كده، بعرفه من سنة 83 أول ما شافني في التلفزيون في إعلان قرر إنه يجوزني. لا والله. لا وانت عرفت. أيوة كده زي ما بقول الذكريات ملكنا وملك اللي راحوا. هو شافك في التلفزيون وفجأة تقدم لك؟ لا شافني في إعلان الشراشيب كان مشهور قوي وما كانش حد عارف اسمي لسه. وقعد يقول عايز اتجوز البنت دي. فحد من اصدقائه كان مش اصدقاء يعني كان في راقصين كانوا بيشتغلوا معاه في الاغاني بتاعته. كان اياميها بعمل الفوازير. قالت له دي بترقص معانا، دي بتعمل فوازير السنه دي مع سمير غانم واسمها سحر رامي. مش لسه حد يعني. فجالي جالي الفوازير وعرفني على نفسه وقال لي انا عايزه اصور اغاني بتاعه الفرقه بتاعتنا. وانا كنت عارفه عنده فرقه ولا كنت عارفه حاجه خالص. جاي من هو كان جاي عاكس عالم يعني. تاني مش عارفه. وعايزك تعملي ترقصي على الاغاني بتاعتنا مصوره. قلت له طيب بس انا لسه بعمل فوازير ومش فاضيه يعني. فبعد شويه قال لي انا شفتك في الاعلان الشراشيب كنت حلوه قوي وقلت لابويا انا عايزه اتجوز البت دي. قلت له يا سلام تتجوز على طول كده؟ كده على طول. اول حاجه قالها لي اول مره قبلك. اول حاجه قالها لي. طيب احنا معانا لقطه للفوازير اللي كتير فاكرينها دي. كانت فطوطه. كان فوازير فطوطه. اللي هي سبب المعرفه او سبب قصه الحب ما بين سحر رامي وحسين. أيوة. الامام. كانت سحر رامي بقى شقيه وكنت لابسه لبس بحري باين او حاجه زي كده. بتقولي تكلم تكلم تكلم. طب خلينا نشوف سبب رحله العمر الطويل. تيجي لام تيجي لام تيجي لام تيجي 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 لام. انتوا يا غاويين الفن نبعت فوازير ناديكم ويحب نمس عليكم. ما انتم عارفين الفن ما بيتقيدش بسن. تيجي 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 لام. انا صنبورة وانا كتكوت يا عيني يا شيدي. وانا بمثل دور العجوز نعناع عزوز نظرة يا عجوز بيبي مدروز المزة والفروز وتفت زري في منامي. هو الحقيقة ما سابنيش من سنة 83 من يوم ما جالي في الفوازير لحد الآخر. ما سابنيش لحظة. فضل عامل مسرحية يجيلي بصور فيلم يجيلي بقى يعني فضل معايا لغاية ما اتجوزنا طبعا وخلفنا وانتجنا وعملنا كل العمر ده. ما سابنيش غير يوميها. كانت رحله جميله رحله عمر جميله يا مدام سحر. قلت لي بكل الصيغ. قلت لي كان هو زوج مش زي ما بيطلع الشاشه بس يعني هو كان انسان مرح في حياته جدا 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 يعني كل اللي اعرفه اكيد عارف حسين عامل ازاي يعني انا مهما اتكلمت عنه مش هعرف اقول كان عامل ازاي. يمكن هو كان زي ما بيطلع كده على طول بيهزر وبتسم على طول. احنا حياتنا بسيطه جدا يعني انا واخدين الدنيا ببساطه شديده. كل ما فيش خناق ما فيش
يعني ما فيش حاجات كلاكيع يعني. دي صورة ايه؟ الفرح ولا كاتب الكتاب؟ صورة الفرح. هي دي الطرح، على انه ما كانش بيحبني ولا حط حاجات كتير ولا يعني لا عايزني كده ما فيش ولا حاجة. يعني حضرتك وهو الله يرحمه واضح ان انتوا كنتوا كرييتيف قوي، يعني ايه بتعملوا اللي انتوا عايزينه. ده كاتب الكتاب. انت اصريتي انك تمضي كاتب الكتاب و علشان كنت فاكره زي الافلام ان انا هحط ايدي في ايده واحنا هنتجوز احنا يعني. بعدين فوجئت ان في كاتب الكتاب ابويا هو اللي قاعد معايا مش انا. قلت مش هتجوز. ايه ده؟ واضح ان انت علاقتك بالحياه كانت من خلال الافلام. انت عايزه تقولي زبطتوك نفسي وهو ايوه زي ما كنت فاكره الجواز كده، كنت هعرف ازاي. فاتضح انه لا. فطبعا قعدوا يضحكوا عليا والمأذون قعد يضحك عليا وبابا قعد يضحك عليا وقال لي ما هو كده يا بنتي، ما انا وليك. هم قعدوني وصوروني بس انا ما مضيتش. ولي امرك باباكي هو اللي، انما انت كان لازم بابا. بس انا كنت عايزه اتصور وانا اللي بتجوز يعني. ايوه بس هو كان باله طويل على الحاجات دي صح؟ طبعا. دي كانت فترة من أهم الفترات عنده فنان، كانت خصبة جدا يعني. كان بينتج بيعمل أغاني عمل كل حاجة حاجة بيطبخ كمان يعني. مفيش كده خالص. إيه أكتر الأغاني اللي هو عملها أنت بتحبيها؟ كل حاجة بحب كل حاجة، كل أغانيهم القديمة، كل الأغاني. على فكرة حسين مكانش بيغني لي في البيت، عمره ما غنى لي يعني، عمره ما عمل لي أغنية ولا زي الأفلام ولا الحاجات دي. انا كان كل اصحابي مستغربين يعني، انت بقى طول النهار بيعمل لك بقى اغاني متخيلين كده بصراحه. لا ما عنديش راديو اساسا ريكوردر ولا حاجه بنتي يعني، ما بنسمعش في البيت مزيكا يعني، البيت ما فيهوش دوشه كده لا خالص. لا يعني اصحاب كتير قوي مستغربين ازاي ما عندكيش يعني كاسيت او راديو. ما بسمعش ولا هو بس عنده طبعا المكان اللي هو الاستوديو بتاعه يعني، هي بقى اللي بيقعد يلحن فيها يعمل اغاني يسمع حاجات وكده بس، انما في البيت كله لا هادي ما فيهوش حاجات. من كنت متخيله ان كل الكم من الناس دي يجوا العزا او كنت تعرفي ان هم لهم علاقه بيه؟ طبعا كل دول اصحاب وما فيش حد ما يعرفوش يعني. عايزه اقول لك يعني ما فيش حد ماشي في الشارع ما بيعزمنيش، فيش حد ما عرفوش خالص ما بيقوليش افتقدنا. كان حبوه طبعا جدا، مش انا بس اللي بحبه، كل الناس وكل اهله واهلي يعني. ما فيش حد عرفه وكرهه الحقيقه يعني. طب لا مش على ما بصي، احنا وفاه حسين الامام مع الظروف كمان بتاعه البلد نبهتنا لحاجه مهمه. مثلا حسين الامام الله يرحمه اغانيه مثلا ما بتنزلش في الراديو، مش الكلاسيكيات يعني، مش عبد الوهاب ولا عبد الحليم، هي اتعرف اكتر بالاغاني اللطيفه الخفيفه، بعضها ينطبق عليه الاغاني الحلمانتيشي، ستايل مختلف. بس احنا اكتشفنا ان احنا بنحب الاغاني دي يعني، او بنحبها قوي او طبعاً. يعني دي كمان كانت مفاجاه لناس كتير حتى على السوشيال ميديا والانترنت لما تدخلي. احنا ما كناش متخيلين انه الاغاني الخفيفه اللطيفه دي اللي بالنسبه لنا نكته او هزار ان احنا بنحبها كده، وزعلنا انه اللي عملها يعني انتقل الى رحمه الله. لان كان عنده اسلوب في حياته البساطه زي ما بقول لك يعني. كان مثلا ممكن يدخل الحمام يطلع كاتب غنوه والله، او برنامج او فكره او سيناريو، لان كان بيكتب بيعمل كل حاجه كل حاجه يعني. في لحظه كده ممكن يصحى من النوم ورقه جنبه كده يروح كاتب فيها فكره او اغنيه او اي حاجه، وبعدين يعملها وتبقى فيلم مثلا وتبقى حاجه كبيره قوي، هي في لحظه كده. فهو كان عنده البساطه دي. حسين الامام اغنيه كابوريا ما فيش حد في مصر ما يعرفهاش، واحمد زكي بادائه خلى الاغنيه دي في قاموس الاغنيات المهمة، حتى بالرغم من انها اغنية خفيفة جدا وفيها هزار اكتر من طبعا. انا في النابوريا
فيه ايه هنبكي عليه اموت في الفوريا ليلي ونهاري يا بيه صياد كابوريا واصطادوني يا بيه صيد الكابوريا كيفي ولا يعلى عليه ازاز كابوريا ازاز كابوريا لو ازازوني حازاز البقى في جفي جدي ما تزدش والحاجه في جفي جدي ما تفسدش يا ميت نجم عنك دعني يديها ظهره بدي كل شيء ازاز كابوريا ازاز كابوريا لو ازازوك حازاز ابويا قال لي ارمي شبابك وما تبعش اللي انشبك بك امي قالت لي للبحر ياكلك شنجر من جنو ما تقولش السمك مك اكل الكابوريا ايوه الواحد ما يقدرش ما يبتسمش وهو بيتفرج على اغنيه كابوريا يا مدام سحر. طبعا استنيني بس انتوا مثلتوا مع بعض اكتر من مره ومن ضمنهم فيلم كابوريا. احكي لي كده عن التجربه دي وانتوا الاثنين في فيلم واحد في اغاني جميله متجوزين بتروحوا البيت ليوسف وسالم احكي لي عن الحاله حاله كابوريا دي. هو كابوريا قبل ما نخلف قبل ما نخلف خالص في الاول يا اهلي هو الفيلم ده من كام سنه كتير عجزنا بقاله انا خلفت بعد كابوريا على طول يعني هو بقى الفيلم بقاله 22 سنه ياه مره كنت بنتفرج على الفيلم عشان تعرفي قد ايه كان بالبساطه فبقول له ياه الفيلم ده كان بقاله 17 سنه كان من عشان عمر يوسف كان 17 لسه فبقول له قاعدين كده بنتفرج على الفيلم في التلفزيون بقول له ياه الفيلم ده بقاله 17 سنه المفروض كنا عملنا 17 فيلم بعديه يعني فقال لي وايه يعني ما عملناش 17 فيلم وايه يعني ايه اللي حصل كده بالظبط في منتهى البساطه يعني طب وايه يعني انا ضحكت طبعا وخلاص اقول صحيح وايه يعني ما يقعدش بقى كده لا يزعل ولا لا لا خالص 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 ولازم يعني كان دايما يقول لي ما تبصيش ورا بصي اللي جاي يعني ما عملناش بس عملنا يوسف وسالم يعني فاهمه ازاي يعني ما تزعليش على حاجه مش مهمه هي مهمة طبعا زعلانة ان انا عايزة اشتغل ومش عارف ايه واعمل اكتر بس برضو ما تزعليش لان ربنا ادالك حاجة تانية الناس كتير قوي محرومة منها وده كان احلى حاجة فيه يعني استمتعي باللي عندك ما تعوديش تعيطي على اللي مش عندك انت كنتي من الناس ذات المعتمدة تماما عليه ولا لا يعني طبعا لان هو يعني ما كانش يعني كان شايلني فوق دماغه وماشي انا وولادي يعني هم على الكتاف كده وانا فوق دماغي ايه ده والله يعني ما فيش حته يعني كان ناقص يدخل بينا الحمام يعني ما سبناش بقول لك ما سبناش لحظه ما يقدرش ما كانش يقدر يعني مش صوره الفنان البوهيم اللي هو عنده اسرته كل حاجه بس عنده حياته بقى وسهراته لا احنا اهم حاجه كنا يعني منين ما بيروح عنده تصوير في حته معاه عندي انا تصوير في حته معايا يعني ما كناش بنسيب بعض خالص كنت مسمياه في لعبه كده طلعنا مع بعض ونزلنا مع بعض قديمه قوي طلعت انا والتفاحه والبرتقانه يعني كان كده واخدنا معايا نطلع سوا وننزل سوا نروح هنا سوا لغايه اخر لحظه ارحمك هو ابن الواحد من اكبر الاسماء في عالم الاخراج السينمائي مخرج حسن امام الله يرحمه طبعا وكتير من الابناء الشخصيات المهمه بيبقى عندهم عقده كتير منهم يا اما عقده التمرد انه يكون عايز يبقى حاجه تانية خالص غير الاهل او عقده الانصهار انه يبقى ملوش شخصيه خالص وجود حسن الامام او اسم حسن الامام في حياتكم يعني كان بيمثل لكم ايه او بالنسبه ايه بيمثل ايه لحسين الامام كان كل حاجه في حياه حسين والطريق اللي كمل بيه كله نصايح ابوه الله يرحمه وكله نفس الخطى ونفس
البساطة اللي كان عايش بيها حسن الإمام، ولكن مع حرص أكتر، لأن يعني مع حرص أكتر من حسن الإمام، لأن الدنيا بتاعت حسن الإمام أو العصر أو الزمن ما كانش زي الزمن بتاعنا اللي احنا عشناه بعد كده. يعني كان عنده رؤية بعيدة. طب أنا هرجع تاني لأعماله اللي حبيبة الناس فيه. اولا له اعمال عارفين ان هي حسين الامام، اول ما كابوريا استاكوزا في حاجات كده حسين الامام، انما في حاجات حلوه قوي الناس يمكن ما تبقى مش عارفه ان حسين الامام اللي عملها. محمد منير له اغنيه مش بس جميله، انما علمت مع كل جمهور منير والمصريين معظمهم يعرفوها. مش كتير يعرفوا انه العالي عالي يابا اغنيه محمد منير هي من الحان حسين الامام. خلينا نسمع. الشوق الشوق وفينا الفوق، الشوق الشوق ولا صور ولا طول. الناس الناس فتاكيد الناس، الناس الناس واحلام الناس. كان مفاجأة لي ولجمهور برنامج الكاميرا الخفية أول واحد اللي هو حسين على الهواء، ما كانش عايز يشتغله. يعني الراجل كأنه كان بيجاوب علينا النهاردة، مش خايف النهاردة حصل تفكير في مبابة. ما هو يعني أموت يعني؟ بتخاف من الموت؟ كان بصحيني من النوم يقول لي بتعرفيش أنا بحبك قد إيه. إحنا قادرين على تطوير أو مساعدة في التطوير المستشفيات الجامعية. حسين أنت لو حاولت تجيب زيرو في اي حاجة بتعملها مش هتعرف. قال لي بصي الراجل ده اخرته في قفص بيقول انا ملك اورشليم. الرز دي اسباني اه منهم اه اهياني، بيحبوا اللحمة الضاني وكمان لحم الديران. حسين ما حصلش، ما حصلش ولا حاجة. الملوخية انما طعمها جدعان الرز. في الحلقة دي أنا بطل هرشة السنة السابعة، وفجأة بتيجي مراتي صح الرامي. هتخش هنا وهتقفشني معايا الفتاة اللعوب أمنة. ايه ده الدنيا مع الصلاة؟ ايه ده الدنيا؟ الناس مسألة ازاي حالك؟ ازاي حالك؟ انت حد؟ محسنة و استاذ خميس السوفكي ملحن. منصور انتوا جيتوا ليه؟ جيتي ليه؟ انا جيت بقى الولاد لا دوشة قوي وعندهم صحاب كتير مش حق ما قدرتش يبقى نروح سوا بقى نقابل. الدنيا حر قوي موت موت موت. طب وهي بتقول لك ايه؟ ما بتقولش حاجة عادي، خليكي فرصتي كده، خلينا اعتبرونا في رحله. رحله؟ اه اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. طب ما سمعني سمعني. سمعك انا ما بعرفش الحن، انا راجل بتاع فراخ. انا مالي بالالحان يا استاذ حسين؟ لا لا هو عشان لا ما هو يعني كنت جايب اوردر. انا كنت جايب بيحب يقول كلام كوميدي. جايب اوردر فراخ. اوردر فراخ؟ لا انت طالب فراخ؟ بيهزر بينكت. هو قال لك اكتشفك البتاع ديت. هو اللي قال لك اكتشفك؟ ازاي يا مال؟ مين دي جايبها معاك؟ مين دي جايه معايا في العربيه؟ وانا جايه معاك في العربيه ازاي؟ جت معايا عشان الاستاذ حسين هيكتشفها. هيكتشفها يا حسين؟ هي مخرجه. مخرجه هي مخرجه ولا انت هتكتشفها ولا ايه؟ انت مين انت حضرتك؟ خميس السبكي. خميس السبكي اللي خميس السبكي ومين دي؟ اقول ايه؟ طيب انا بتاع فراخ يعني ايه؟ بيهزر بيهزر. حسين الإمام كان بيحب النوع ده يعني في الحياة العادية؟ كان بيعمل مقالب في الناس ويهزر وكده؟ لا 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 بس هو كان بيهزر على طول، إنما هو كان مفاجأة لي وللجمهور
برنامج الكاميرا الخفية أول واحد اللي هو حسين على الهواء، ما كانش عايز يشتغله، ما كانش عايز يعمله. يعني كان متردد، بس ما شاء الله يعني عليه لما عمله عمل نجاح رهيب، واللي وراه واللي وراه يعني لغاية الآخر كان بينجح في الحكاية دي، لأنه هو بيدي انطباع وش جد جدا إنما هو عامل مقلب يعني. فده اللي خدع كل الناس يعني، كلهم راحوا مش مصدقين ان حسين كذاب يعني او بيعمل مقلب. ايوه بس هو كمان بخلاف برامج المقالب اللي كانت ناجحه، برامج الطبخ كانت ناجحه جدا. طبعا هو كان بيطبخ في البيت قوي. خلينا نشوف كده. طبعا كان بيطبخ في البيت. امال ايه، كان يعني اي عزومه برضه يقول لي ماليش دعوه، ازاي انا حماره ماليش اي لازمه. استني بس، ده انت لا بس يعني انا طبعا بطبخ الاكل اليومي، بس هو لما يحب هو طبعا كان بيطبخ رائع رائع، بس الاكلات اللي هي بتاعتنا كل يوم دي ما يعملهاش لانها ما تلزموش يعني. طبيخ بقى اللي عامله فاصوليا ورز وباميه وكده، لا يعني هو مش بيطبخ ده، بيطبخ حاجات تانية كلها تقريبا مبتكره. قولي لي، هو اتوفى حسين امام عنده 63 سنه، وده يعني بشكل فجائي او على الاقل مفاجاه بالنسبه للناس البعيد، هو كان عيان او حاجه؟ خالص خالص خالص، مفيش ولا حاجه. وبعدين ولا حاجه، طلع كده دخل الحمام، انا افتكرته اتحبس في الحمام عشان الاكره بايظه في الدور اللي فوق، فطلع قلت له لا ده اتاخر قوي بقى له كتير، فطلعت بقول له حسين انت محبوس في الحمام، قال لي ايوه افتحي الباب. كان بيستحمي وبيغسل سنانه، ماسك الفرشه في ايده. أيوة. وقال لي انا ده انا دايخ جدا جدا وحاسس ان هيغمى عليا، فيعني يا دوبك كده سنته لغايه السرير، وقع على السرير مفيش ثلاث دقائق راح. يعني يمكن انا لو كنت اتاخرت الخمس دقائق دول عشان اشوفه اتاخر ليه في الحمام ولا حاجه، كان وقع في الحمام. بس ربنا رايد ان هو يموت في حضني وعلى سريره، ربنا رايد كده. الله يرحمه. بس يعني انا كنت خير انه عيان مريض معرفش، كان جاي من بيروت قبلها بيوم، ومسافرين كلنا بعدها بثلاث ايام معاه، يعني خلصنا امتحانات وكده وخلاص هنسافر معاه بقى نقعد في الصيف هناك عشان نكمل المسلسل بتاعه. كلمت مين بقى، مين ساعدك؟ كان معايا اصدقاء في الحفله في العزومه، كنا بنحتفل يعني، معايا اصدقائي حبايبي اخذوا معايا. كان عيد ميلادي؟ كان عيد ميلادي، بس هو مش يوم عيد ميلادي. ودي اول مره ما عملش عيد ميلادي في يومه، يعني انا 11 عملناه 17 لان هو كان في بيروت بيصور، فقال لي خلاص نأجله الأسبوع الجاي، فكان يوم 17، فجي مخصوص، جي قبلها بيوم مخصوص ونحتفل ونعزم صحابنا لأن متعودين كل سنة بقالنا 20 سنة بنعمل كده، وعزمينهم وكل حاجة طبيعية جدا. هم كانوا معايا الحقيقة يعني، كتر خيرهم. أخو الراحل حسين الإمام هو الموسيقار الشهير مودي الإمام. كانش هنا. ما هو الناس سألت هو ليه ما جايش العزم؟ مودي في امريكا عشان عنده اوراق لازم يخلصها، مسافر قبلها باسبوع. ويعني لما ما كانش ما يقدرش يخرج ويجي. ما يقدرش، ما يلحقش يجي علشان اوراقه، فما قدرش يجي. ده الله يكون في عونه، ده منهار هناك لوحده. هم لهم عمل مشترك مع بعض، عملوا حاجه مع بعض يعني. عملوا، كان عندهم فرقه في اول حياتهم، فرقه طيبه. وعاملين أغنية، خلينا نشوف الملحن مودي الإمام والفنان حسين الإمام. كل سنة وانتم طيبين، احنا حسين ومودي الإمام بنتمنى لكم عام سعيد كله بهجة وكله فرحة ومليان مزيكا. الأغنية اللي جاية اسمها وماله، كلمات عصام عبد الله وألحان حسين ومودي الإمام. Thank you.
عاشق يثبت على حاله ماله ماله يا سيدي وماله ماله. بصي بقى يا مدام صح انت بتعيطي ده، انا كنت لسه هقول لك الجاكيت دي لسه عندي، لا انا بلبسها من زمان يعني بتاعتي. جاكيتة ايه؟ الجاكيتة الحمراء دي. لا طب وروني تاني الجاكيتة. بصي ما اقدرش نتكلم عن حسين الامام حتى لو في مش بس مناسبة حزينة، حتى بعد رحيله غير واحنا مبتسمين الاغنية نفسها او يقول لك ايه بهجة وامل وفرحة اغاني مبهجة كلها، ده الواحد لازم يبقى مبتسم. يعني انا مش عارفة اقول لك سامحيني بس يا جماعة هو الراجل كل حاجة كان بيعملها كانت مبهجة. صحيح. الجاكيتة دي بقى لسه محتفظة بيها عندي بتاعتي، انا بلبسها من زمان من يوم ما عرفته. يعني انت اخدتيها منه؟ ايوه لانه هو كان تخن عليها فانا خدتها. بس واضح ان انت كنت واخدة منه كل حاجة ومعتمدة عليه في كل حاجة. يعني الحقيقة المفروض انا اللي كنت اموت لان هو بعد الشر ابقى لولاده اصلح مني. ما تقوليش دي الحقيقة. لا لازم اقول كده. ما تقوليش كده ازاي بقى؟ لا ازاي بقى؟ ازاي بقى كل شيء بقى بامر الله؟ لا كل شيء بامر الله ازاي تقولي كده؟ ربنا يخليك لولادك يا رب يا رب. ربنا يخليك لولادك. وانت انت هنا النهارده بتتكلمي عنه عشان بتحبيه وعشان مخلصه لايامكم مع بعض والناس تعرف انه كمان كان في جانب الطف بكتير في حياه الراجل ده من اللي كان بيطلع في التلفزيون. طبعا طبعا. احنا بقى لقينا فيديو غريب كده ما كناش يعني لا هو اغنية ولا هو عمل ولا اي حاجة. في الاستفتاء اللي فات كان نازل بمنتهى الصحة والنشاط رايح اللجنة الانتخابية. وبعدين الصحفي سأله قال له انت السنة اللي فاتت ما كنتش خايف؟ الحقيقة انه لقينا الاجابة بتاعت حسين الامام لازم تتذاع في الحلقه دي بعد رحيله لانه كمان انا هقول لك بعديها اللي قاله لي ساعه. طيب خلينا نشوف أوكي. المقطع ده في الاستفتاء اللي فات ده على طول. اولا لازم نشوف الصحه والنشاط والاقبال والقوه ونشوف اجابته الاخيره اللي هو سبحانك يا رب. نعمل ايه؟ عشان خاطر الناس دول احسن من الناس اللي قبلهم. تمام. الناس اللي قبلهم ايوه مين هم الناس دول ومين هم الناس اللي قبلهم؟ الناس اللي قبلهم الكوميديين اللي كانوا في مجلس الشعب والحاجات دي يعني ما كانوش قد مستوى مش قد المقام، وما احبش ان انا اللي يمثلني في مجلس الشعب او يبقى رئيس الجمهوريه او كده ناس مش على المستوى، لان احنا فنينا عمرنا عشان نبقى على مستوى. الناس اللي موجوده دلوقتي بيشرفونا، سيادة الرئيس عدلي منصور مشرفني، انا يعني انا فخور بيه، سيادة الفريق عبد الفتاح السيسي انا فخور بيه، فانا مش هقبل بقى اقل من كده ان هم يبقوا القادة بتاع بلدنا. حضرتك ما خفتش من اي عرقلة من تهديدات الاخوان؟ صلي على النبي تهديدات الاخوان دي. طب حضرتك النهارده حصل تفجير في امبابه هيحصل ايه؟ هموت يعني؟ بتخاف من الموت؟ طيب يا حبيبي يعني الراجل كانه كان بيجاوب علينا النهارده هو مش خايف. صحيح. لا هو اقول لك انا على حاجه يمكن كل اصحابنا عارفينها وكل الناس ايام الـ الاخوان لما كانوا ماسكين الحكم ويوم تنصيب محمد مرسي كل الناس كانت عماله تعيط، واخته كانت بتكلمنا على التليفون زيزي وبتعيط ومنهاره وخلاص وضعنا وهنضيع وبتاع، حسين الوحيد اللي كان بيضحك. صدقيني انا حكيت كل اصحابي وكل الناس القريبين مني عارفين الموقف ده من قبل طبعا ما يحصل اي حاجه ساعتها، واحنا بنشوف في التلفزيون هو قاعد يقول انا رئيس مصر أنا. فحسين قاعد الوحيد اللي بيضحك وكلنا منهارين، وقاعد يقول لي قال لي بصي الراجل ده اخرته في قفص بيقول انا ملك اورشليم زي فيلم صلاح الدين، ومجنون وعمال يقول انا مالك اورشليم. ولما حصل كل الاحداث دي والراجل فعلا اتسجن وبقى في القفص بيقول انا مالك مصر انا رئيس مصر الشرعي. يعني انا طبعا حسين ده بالنسبه لي يعني هو يقول كل الناس عارفه اللي تعرفني يعني اي حاجه يقولها انا اقول امين، يعني كانوا دايما يتريقوا عليا هو يعني لازم حسين هو حسين ايوه انا كده انا حسين يقول انا امين على طول. ف يوم ما حصل كده
كل صحابي اللي عارفيني يعني القريبين مني فقالوا لي اه طبعا انت امين من زمان. فقلت لهم طب بدينكم انا مش قايله لكم الموضوع ده قبل ما يحصل؟ فهم كلهم قالوا امين لحسين. طيب وايه من المواقف اللطيفه اللي عدت بيكم؟ كل المواقف لطيفه. لا والله صدقيني يعني مفيش حد كان يقول له تعالى يا حسين تعالى هات سهر وتعالى مثلا اعزمكم على الغدا تعالوا مثلا مش عارف فين الا لما يقول له تعالى انت وهات اللي معاك. كلمك بجد من يوم ما عرفته هو كده كان بالتلاتين نفر يعني في ناس جايه كده ما نعرفهاش عشان حسين عامل لهم مثلا كوارع يعني ده مفيش حد من الزملاء في الوسط الفني الا ما اكل من ايدين حسين كوارع يعني كانت الليله الرهيبه بتاعت الكوارع دي دايما يعني وكان كل واحد يقول له انا رايح عند حسين اكل كوارع يجيب معاه اتنين صحابه يعني كان كده يعني مفيش حد بقول لك مره الا ما يقوله تعالى انت ويقوم ويعمل اكل وهناكل وكل حاجه يعني كان كده على طول على طول مفيش ولا مره حسين طب خلينا احنا نروح مره يقول لي لا هم يجوا كان كده مفيش مره وصاكي بحاجه وقال لك انا بعد وفاتي تعملي كذا او يا ريت ما تعمليش كذا؟ لا عمرنا ما اتكلمنا في حاجه زي كده. هم كلهم بياكلوا مش على البال هم كلهم بياكلوا صحيح. ده من برنامجه في الاوربت. واشتغل في التاريخ برضه لما كان في اوروبا فتره معينه من حياته. ف يعرف التاريخ كويس جدا ويعرف زي التاريخ كمان. اتفضل اوري اوري اوري. الرز دي اسباني اه منهم اه احياني بيحبوا اللحمه الضاني وكمان لحم النيران والاكله دي شعبيه واصولها مدريديه مش احلى من الملوخيه انما طعمها يا جدعان الرز افهم تفانين الرز واصبر وكمان اتقل على الرز وادوقه عشان طباخه برم 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 برم. يعني لما كانوا بيقولوا صانع بهجة ما كانوش بيبالغوا خالص خالص يعني. بتفكري في ايه لما بتفتكري كل السنين اللي عدت زي ما ده مسح؟ ده العمر كله حب العمر كله يعني. الله يرحمه يعني عايزه اقول لك يعني كان بيصحيني من النوم يقول لي ايه؟ يقول لي بتعرفيش انا بحبك قد ايه؟ تصدقيني؟ تاني بجد؟ والله العظيم تصدقيني؟ يعني ببقى نايمه كده يصحيني. الراجل الجميل ده مفيش كده خالص يعني في الدنيا الحقيقه. يعني انا طبعا طول الفتره اللي فاتت دي حاسه بيه جنبي حاسه بيه بيقول لي نفس الكلام الله يرحمه. الفراق صعب والوداع صعب قوي. يعني الحلقه دي في اجواء الاربعين بس خلينا ننهي المقابله دي اللي هي بالاساس على فكره سببها ان احنا نتكلم على الراجل ده صانع البهجة كما يحب. يعني هي مش فكرة التأبين ولا هي فكرة اكترار الحزن لا ده راجل فضل طول عمره يصنع البهجة فلما يرحل على الدنيا او عن الدنيا زوجته وشركة حياته وحب عمره تتكلم عنه وتقول كل خصاله الحلوة ده حقه. حسين ما حصلش ولا هيحصل ده راجل ما حصلش وانا قد كلمتي وتهيألي كل الناس كتير عارفة انه فعلا ما حصلش. كان في حد من اصحابه بيقول له يا حسين انت لو حاولت تجيب زيرو في اي حاجة بتعملها مش هتعرف هتجيب برضو نمرة. هو ده حسين الامام
لا انا شخصيا خسرته قوي. الله يرحمه ويحسن اليه. اللي خلف ما ماتش واللي حب ما ماتش، هو حب زوجته وشريكه حياته قوي، حبه هيفضل موجود واولاده ربنا يبارك فيهم ربنا كريم، واحنا هنفضل نفتكر ونتابع اغانيه وبرامجه اكيد وافيهاته ونشوفها في الافلام واحنا مبتسمين برضه، واحنا مبتسمين لان ما نقدرش واحنا بنتفرج على حسين الامام غير اننا نبتسم وتصيبنا عدوى حسين الامام بالبهجه. بشكرك شكرا جزيلا. فكرة أشراق الخير هي تطوير مستشفيات مصر الجامعية. احنا هنلم من كل واحد جنيه، لمينا 55,000 في شهرين. طب ازاي بتعمل المبالغ دي؟ أشراق الخير ما عندنا فكرة، بس انتوا اكتر ناس بتجيلكوا صدمة. المفروض ان المستشفى بتستقبل 300,000 مريض في السنة، احنا بلد فقيرة. صدمة بيبقى ليها مردود فعل ايجابي وسلبي، ان كل الناس تشاركنا ده شيء مهم. طلبة الجامعة معنيين بالفكرة دي. أشراق الخير نموذج لحاجتين، نموذج للعمل الجاد والنفس السوية الشابة الصفراء. رمضان في مصر عندنا ممكن نلخصه بكلمة اللمة، لمة الخير، لمة الأطفال، يا بوز عايز أقوم صالي ده انت في الرحال وتوالي، لمة الموهبة والدراما. أنا هفاجئك على فكرة، هقولك حاجة محدش يعرفها، ولمة سفر أكل اللي بتطبخوه ده تروح فين؟ أيوه. شو قلت طبخين بقى وعديها يا مدام منى؟ تتعاملي مع نفسك على انك روسيه خواجايه؟ بازمي مين يا صابوي؟ روحي هاتي عيش مثلا، تقولي لا يا بابا مش هروح اجيب عيش، عندي عالم كده بتاعي كله مليان زراير وخيط، وكنت بقعد بعمل العرايس بالسلك بجد. هي في العيله اللي معروف ان هي بتطبخ. اعمل لك كفته فراخ. ايه شيف شربيني؟ يا بخت نزاله خالص. حاجه جامده جدا. يا بخت نزاله خالص. يوسف شاهين اللي كان عايزك تعملي عمليه تجميل. لما تشوفي حد قدامك هو اللي بيساعدك دايما، هو اللي واقف معاكي، لازم نمحي نيلي كريم دي تماما. يا دخانك يا شيف شربين. عايز رمضان زمان اكيد اول حاجه السمبوسك. مين فينا مطبخنا ما بيبقاش نبقى شاميين الريحه وسامعين التواشيح اللي قبل الله حظ الجنسيه فيها افقر قريه فيك. العمل الإيجابي مش محتاج بالضرورة يعني فلوس كتيرة أو ثروة. العمل الإيجابي مش بالضرورة محتاج عدد ضخم من البشر. العمل الإيجابي مش بالضرورة محتاج واسطة أو سلطة. اللي عايز يعمل عمل إيجابي الحقيقة هو محتاج حاجتين، فكرة وإرادة. الفكرة طبعا لازم يبقى فيها طموح، ده أساسي، إنما لو في فكرة وإرادة ممكن يعوضوا الثروة، ممكن يعوضوا السلطة، وممكن يغلبوا العدد. هو ده اللي كان بيتحلى بيه مجموعة من طلاب كلية الطب في جامعة عين شمس. طالب الطب في مصر بياخد الجزء النظري وبعد كده بيكمل العمل بتاعه، بس من أول لحظة بيشوف حال المستشفيات الجامعية، لانه دي اللي بيبقى فيها المرضى اللي بيتدرب والاساتذه اللي بيروح معاهم. فبيدرك من اول لحظه ان مهمته كطبيب مش سهله، مش بس في الجزء الطبي والعلمي، انما كمان في الجزء الاقتصادي. بيدخل المستشفى بيقدر يشوف كم الاجهزه اللي ناقصه، كم الامكانيات اللي مفقوده، كم الغلب اللي عند المرضى اللي ممكن يسيء او يزود حالتهم المرضية سوءا. مجموعة طلبة نبيهين قالوا طب ما احنا ممكن بفكرة بسيطة جدا نحسن الوضع اللي فيه المستشفى الجامعي على الأقل اللي احنا بنتعلم فيه. احنا هنلم من كل واحد جنيه ونشوف هنقدر نعمل ايه، او هنقدر نعمل اشراقة خير ولا لا.
الأجهزة الطبية دي اشتريتها مجموعة من طلبة جامعة عين شمس من كليات الطب والأسنان والصيدلة، وأهدوها للمستشفى بتاعتهم، مستشفى الجامعة. الحكاية بدأت لما مجموعة من طلبة طب عين شمس قالت إحنا ممكن نحط جنيه على جنيه عشان نرفع من كفاءة المستشفيات الجامعية اللي إحنا بندرس فيها. الفكرة البسيطة دي كانت فعلاً إشراقة خير على مستشفى الدمرداش الجامعي، لأن الجنيهات القليلة دي لما اتجمعت اشترت جهاز تنفس صناعي وجهاز محاليل وجهاز لمراقبة العلامات الحيوية بتكلفة وصلت ل 130 ألف جنيه. وبالجنيهات اللي لموها من بعض أهدوا مستشفى الجراحة جهازين مناظير وصلت تكلفتهم ل 240 ألف جنيه. الدعم المادي للجمعية مبدئيا قايم على فكرة جنيه كل أسبوع من كل طالب في الست دفعات بتوع الكلية على مستوى ثلاث كليات. دي كانت الفكرة الأساسية اللي قامت عليها المشروع، ولكن لقيناها في الفترة الأخيرة مش كافية إن هي توفر الاحتياجات بتاعتنا عشان نقوم بتارجتس أكبر، وبالتالي بدأنا نفكر في إن احنا نعتمد على سبونسرشيبس أو بارتنرشيبس مع الشركات الكبيرة. السنة اللي فاتت الطلبة دول أشهروا جمعية رسمية تحت اسم إشراقة خير. بحكم ان احنا طلبة في طب عين شمس احنا بدأنا هنا في مستشفى الدمرداش، فدي كانت البداية، وطبعا ان شاء الله مع الوقت هنبقى في كل جامعة. وانضم لها عدد كبير من الطلبة والطالبات في الجامعات مش بس عين شمس. احلى حاجة في الطلبة دول انهم بيدرسوا وبيساعدوا مستشفى الدمرداش وبيساعدوا الاطفال اللي موجودين كمان. أنا هعرف بضيوفنا نوران سرور، دكتورة نوران سرور امتياز جامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتورة. دكتور مصطفى عبدو طبيب امتياز في جامعة عين شمس. دكتور أحمد محمود سنة خمسة جامعة عين شمس. أنت أصغر واحد فيهم يا دكتور. طيب الفكرة جات إزاي وإزاي قدرتوا بجد تعملوا حاجة حقيقية؟ هو فكرة بدأت 2011، بدأت ان كل دفعة هتتخرج من الكلية بتحب تعمل زي مشروع تخرج خيري كده. احنا ايه رأيكم مثلا احنا اكثر الناس احساسا بموضوع المستشفيات، ان احنا دكاترة وطلاب بنتدرب وبنشوف المستشفيات، احنا اكثر ناس حاسة بمعاناة المستشفيات واحتياج الاجهزة وهكذا. فدفعة ستة عدد من الدفعة. لا خليني اقول اللي انا عارفه حتى من صحابنا قريب من الدكاترة. انت بتقول احنا اكتر ناس عارفين وده حقيقي، بس انتوا اكتر ناس بتجيلكوا صدمه لان انتوا تبقوا صغيرين وطالعين من ثانويه عامه. صحيح. ايوه هي هي الصدمه دي بقى. هي الصدمه صح. هي الصدمه دي اللي خلتنا ساعتها الصدمه بيبقى ليها مردود فعل ايجابي وسلبي، يعني كان في طبعا سلبي كتير بس كان في برضو ايجابي. الايجابي ان اي دفعه بتتخرج بتحب ان هي تشارك بمشروع زي مثلا تجيب حاجه بسيطه جدا. بس الجديد بقى ان السنه دي فكرنا ان احنا ننقل الموضوع ده بشكل اكبر. ايه اللي هي فكره اشراقه خير؟ فكرة إشراقة خير هي تطوير مستشفيات مصر الجامعية، بأن كل جامعة تكون مسؤولة عن مستشفيات جامعة، يعني جامعة عين شمس تكون مسؤولة عن مستشفى الدمرداش، جامعة القاهرة تبقى مسؤولة عن قصر العيني وهكذا، نبقى محققين انتشار أفقي في مصر. ما هي الجامعة مسؤولة عن المستشفيات؟ لا أنا بتكلم كطلبة وكمشروع، يبقى المشروع في كل مكان. إشراقة خير يعني حضرتك أكيد الجامعة مسؤول، وزارة التعليم العالي بتبقى مسؤولة وكل حاجة، بس ده جهود الحكومة أو المؤسسات الدولة، لكن في المجتمع المدني يبقى ليه دور في انت قصدك بقى انه طلبة الطب يبقى في جزء، مش طلبة الطب بس، طلبة الجامعة. طلبة الجامعة اللي هم أساس شباب البلد كلها، ان احنا نكون احنا قادرين على تطوير او مساعده في التطوير المستشفيات الجامعيه. هنتكلم ليه اختصينا المستشفيات الجامعيه عن طريق زمايلي، بس هكلمك في تدريج الفكره. وقلتوا ازاي حددتوا المبلغ بالظبط؟ يعني كل واحد فيه بياخد الفلوس بالعافيه من اهله ما تاخدوش يعني كلنا كنا كده يعني. بعد كده الفكره انتشرت في كل دفعات طب. الفكره بعد كده ان احنا كل طالب يدفع جنيه اسبوعين على 4 جنيه في الشهر، يعني مبلغ رمزي، ونحدد تارجت معين في المستشفى نقدر نشتغل عليه. فابتدت الفكره تنتشر في كل الدفعات،
وابتدى ان احنا نحدد تارجت. كان اول تارجت لينا هو كان اوضه الجراحه الصغرى او ماينر اوبريشن روم. كان تكلفه الغرفه دي 40,000 جنيه. كانت حددنا ازاي نفكر طب احنا ازاي اصلا نوصل للتارجت. هبتدي دلوقتي بدل ما اكمل انا الدكتورة نوران تشرح لك فكره ازاي نوصل للتارجت. عايز اقول لحضرتك الدفعه لما احنا دفعتنا عرفت وبدانا نلم، احنا بدل ما نجيب 40,000 لمينا 55,000 في شهرين. فساعتها قلنا ايه ده، هو مش كل يعني مش احنا بس اللي حاسين بالمشكله دي، واضح ان المشكله ده من طلب الطب بس ولا من دفعتين بس في طلب الطب يعني ساعتها. عايز اقول لحضرتك كان مش كل طلب مش كل الدفعه كان يعني ده من دفعتين بس. ان احنا كنا طالبين، احنا قلنا ايه، احنا قلنا يا جماعه الفكره طبعا شدتهم وهم واثقين من ان فلوسهم مش هتروح في حته لان هم دي مستشفياتهم وبيشوفوا بيعدوا عليه وانتوا اصحابه تعرفوا بعض يعني احنا برده بالظبط كده يعني دلوقتي او لما الواحد بيكبر بيبقى ايه اي حاجه بوصل باشهار وده صح وده تعامل. لما بنبقى صغيرين وزملاء مع بعض يعني بنبقى واثقين في بعض. تمام. جمعتوا 55,000 يا نور. تمام. كنا بندور بقى على استمراريه للمشروع ده، ما كناش عايزين المشروع يبقى مجرد اوضه اتعملت وخلاص على كده، طالما الناس فعلا كلها حاسه بنفس المشكله دي. فقلنا فقلنا ساعتها فكره اللي هو جنيه في الاسبوع. عملنا الدفعه بكشوفات وكل حد مننا مسؤول في راوند بتاعه ان هو يلم الفلوس دي بالاسامي. احنا بدانا احنا بدانا ب 3 في دفعه كانوا 6 ساعتها، بعد كده بقت 6 و4، بعد كده بقت طب كلها، بعد كده بقت طب واسنان وبقينا نعمل عمليات في اسنان، بعد كده بقينا طب واسنان وصيدله بقينا نجيب ادويه للمستشفى، بعد كده الحمد لله دلوقتي بقينا طب واسنان وصيدله وهندسه، بعدين بقينا هنا في عين شمس وكمان في المنصوره. فالحمد لله ده يعني فضل ربنا، كان ربنا بيقول لنا جو ان انتوا ماشيين صح يعني. لا ده شغل ممتاز. بس انا عايز اسال دكتور احمد، هم ازاي جندوك في الموضوع ده؟ هو الموضوع ان هم ايه عمالين يستقطبوا كليات ده، فانت اتجننت ازاي يا استاذ؟ هو الموضوع حصل لي في سنه ثانيه. عشان يبقى لا سريع يا دكتور بالنسبه لكلمه جندوك اداره خافته بقى. فكان شفت ناس بتقول لي احنا عايزين نجمع فلوس عشان هنطور المستشفى وكده، فانت هتلم من السكشن بتاعك اللي انت فيه. اوكي ماشي. فتمام عجبتني الفكره وبقيت بجمع من زمايلي وبوصل لمسؤول الدفعه، فبياخد الفلوس يرجعها للمسؤول وبيعملوا بيها الحاجه دي. في سنه رابعه بقى بقيت ممبر، مش متطوع، بقيت ممبر عضو. وبعدين بقيت مسؤول نائب مسؤول علاقات عامه، وبعدها بقيت مسؤول العلاقات العامة. يعني الموضوع بالتدريب. هي في نقطة برضو حابب اوضحها لك. انا هرجعلك بس هو انتوا اول ما لقيتوا ان الفكرة زي ما بيقولوا بتؤتي اكلها وده الصح اللي انتوا عملتوه، يعني انتوا عملتوا تنظيم بقى اداري. صحيح هو ده بالظبط. احنا حاطين دستور يعني دستور يعني مش زي دستور يعني ميثاق كده، ميثاق للتعامل وميثاق حتى للعمل وكل حاجة. يعني احنا زي ما حضرتك قلت احنا ما عندنا فكره، بس الفكره ما دام ما فيش استمراريه احنا صح. هنمشي وهيجي جرنا. يعني انا او نوران احنا خلاص تقريبا في اواخرنا دلوقتي. دايما بنقول كده مش عايزين الفكره تعتمد على افراد بالظبط، عايزين يبقى في سيستم واضح حاسس ايا كان مين الافراد اللي شغالين يبقى في سيستم ماشيين عليه. فبالتالي يعني كلامي مع حضرتك عن بدايه الفكره ان احنا لما ابتدينا بقى نشتغل قلنا خلاص نحط عمل، نحط مجلس اداره، نبتدي نشتغل لجان تخصصيه، لان احنا طبعا طلب الطب في الاصل فاكيد عندنا جهد كبير جدا ما نقدرش نبقى متفرجين للعمل. اشتغلنا عن طريق اللجان ان احنا نعمل لجان مختصه. اول لجنه فكرنا فيها هي لجنه التطوير. اللجنه دي مختصه بسيرفي عام للمستشفى شهري، بنعمله شهري نحدد احتياجات المستشفى ونرتبها طبقا لاولويات معينه. بنحدد الاحتياجات دي عن طريق مين؟ عن طريق نواب المستشفى، عن طريق الدكاتره، عن طريق رؤساء الاقسام، وعن طريق مدير المستشفى على مالتيبل ليفل. بنشتغل ادي قسم ادي لجنه التطوير. في لجنه التطوير برضه فيها قسم الحالات بنستقبل الحالات الحرجه، بنشتغل في قسم متابعه للتارجت اللي احنا بنحققه. طيب خليني بس استوضح، بالاساس انتوا بتعتمدوا على مواردكم كطلبه او كطلب الطب الاول وبعد كده طلبه الجامعه نفسها ان هم ازاي يبقوا ايجابيين تجاه مستشفى الجامعه. تمام بالظبط. انما كمان الباب بيتفتح اكتر لاي متطوع او متبرع من بره. انما هي قايمه بالاساس على دفعات اللي جايه اللي هي اساسي كده كده موجوده في الجامعه. هي بس ولازم عندها احساس بالولاء للجامعه وده مصدر الاستمراريه فيها. صح برافو. ده النواه اللي بدات بيه. لكن ان كل الناس تشاركنا ده شيء مهم، واحنا عملنا ده بان احنا عملنا مثلا لجنه فاند ريزنج. الناس اللي حابه
تشتغل سبونسر لمشروع معين تارجت في الجامعه تيجي تشتغل في المستشفى. عارف يا دكتور انتوا لو فضلتوا على موضوع الطلبه ده لانه ده بيحصل بره الطلبه اللي موجودين الحاليين هم الاساس تمام، انما الخريجين دول ثروه لا يستهان بيها. طبعا احنا كل جامعاتنا بره وجوه كل ما الواحد بيكبر وبيتقدم في حياته العمليه بيتبرع لجامعته وكل الجامعات بيبقى عندها كده الالمناي او الخريجين. فانتوا كفايه خريجي كليات طب مصر الناجحين والنابهين واللي ربنا فتح عليهم لو حتى بقى عندهم قسط قليل بيدفعوه لجامعاتهم المستشفيات الجامعيه بالتاكيد هيبقى لها شان اخر. اي حد فينا حاسس انه عليه دين لجامعته مش مفروض انه يتاخر. اي حد فينا حاسس ان هو ممكن يساهم لازم يدخل على الصفحة دي، لأنه إشراقة خير نموذج لحاجتين، نموذج للعمل الجاد والنفس السوية الشابة الصافية، ودول مش بس يصلحوا مستشفيات جامعية، دول يطلعوا الأمر. إحنا مش طالبة في كلية الطب وما كناش ومش هنكون، بس هنساهم معاكم في إشراقة خير للمرضى اللي بيدخلوا المستشفيات الجامعية وبيبقوا مش عارفين يمشوا ويفترشوا الارض لانه مفيش كراسي متحركه. احنا مساهمه صغيره للتنويه والاعلان بس عن اشراقة خير. هنقدم لحضراتكم كام كرسي؟ 10. عدوا معانا. كراسي متحركه بالنسبه لمستشفى جامعي مش كتير ابدا، انما احنا بس بنعمل ده عشان نقول انه في مؤسسات لازم تخصنا حتى لو ما كناش مرتبطين بيها او خريجين منها. مش بس كده، خلينا اقول انه الالبومين اللي ناقص عندكم هنجيب لكم 200 علبه عشان تقدروا تساعدوا بيهم اللي مش قادر يجيبهم. اتفضل يا دكتور. وهي يعني الحاجه اللي احنا بنشتغل عليها حاليا التارجت. حابه اتكلم عنها. التارجت ده طبعا دكتور نور نتكلم عنه بالتفصيل، فبس كرسي متحرك كويس قوي ان انت تقدمه، بس طبعا في حاجه في مريض بيموت فانا محتاج ان انا انقذه احسن من مريض مثلا ممكن يتسند، ممكن حد تاني يجيب له الكرسي، انما مريض الرعايه المركزه ده بنشوف كتير ان مرضى الرعايه المركزه بيحتاجوا رعايه فبيموتوا بسبب ان مفيش سرير رعايه فاضي. فده التارجت الحالي بتاعنا اللي هو انشاء غرفه رعايه مركزه. خلينا نستغل، خلينا نبقى مستغلين واذكياء. اللي بيتفرج على الحلقه دي لازم يعرف انتوا محتاجين 6 سراير رعايه مركزه. احنا بنقول انه اشراقة خير محتاجين سراير عنايه مركزه وهي غاليه جدا عليهم وعلى الحكومه، وتجهيز غرفه العمل غرفه العنايه المركزه. وانا عارفه اللي هيتفرج على الحلقه دي ويدخل على صفحه الفيسبوك سواء عندنا او عندكم هيفرق كتير جدا معاكم ومع مستشفى الدمرداش الجامعي. كل حاجه هقول لك على حاجه، انا هخدم الحلقه دي بايه؟ ويجعل بيت المحسنين عمار. انا بشكرك شكر جزيل. رمضان في مصر عندنا ممكن نلخصه بكلمة اللمة، لمة الخير، لمة الأطفال، يا بوز عايز أقوم صلي ده انت فرحان وتوالي، لمة الموهبة والدراما. أنا هفاجئك على فكرة، هقولك حاجة محدش يعرفها، ولمة سفر. أكل اللي بتطبخوه ده
تروح فين؟ ايوه شغل طباخين بقى وعديها مدام منى. تتعاملي مع نفسك على انك روسيه خواجيه؟ وازمي مين يا صابوي. روحي هاتي عيش مثلا. تقولي لا يا بابا مش هروح اجيب عيش، عندي عالم كده بتاعي كله مليان زراير وخيط، وكنت بقعد بعمل العرايس بالسلك بجد. هي في العيله اللي معروف ان هي بتطبخ. اعمل لك كفته فراخ. ايه شيف شربيني؟ يا بخت نزار وخلاص. حاجه جامده جدا. يا بخت نزار وخلاص. يوسف شاهين اللي كان عايزك تعملي عمليه تجميل. لما تشوفي حد قدامك هو اللي بيساعدك دايما، هو اللي واقف معاكي، لازم نمحي نيلي كريم دي تماما. يا دخانك يا شيف شربين. عايز رمضان زمان اكيد اول حاجه السمبوسك. مين فينا مطبخنا ما بيبقاش نبقى شاميين الريحه وسامعين تواشيح اللي قبل الله. محافظة جنشويه فيها افقر قريه. Thank you.